في البيج داتا في انا عندي خصائص للبيانات اللي هي انه التري فيز، يعني مش اي بيانات انا بقول عليها انه هي بيج داتا، تمام؟ وهذا مصطلح يعني في مسكونسبشن كتير، يعني اي واحد لسه جديد في المجال او حتى اي زبون بقول لك انا بدي اياك تعمل لي مشروع على البيج داتا، او انه اي واحد يعني لسه هيك في عنده شوية يعني انه حابب لسه جديد في المجال بقول انا والله بشتغل على البيج داتا، بس البيج داتا فعليا انا لازم يكون في عندي ثلاثة فيز في البيانات، تمام؟ او لازم انه تتمتع بالثلاث خصائص على الاقل. ايش هي الخصائص اللي هي الفوليوم، حجم البيانات، طبعا احجام البيانات احنا بنحكي هنا حجم البيانات بيكون ضخم جدا جدا، مش بالجيجا او بالتيرا، يعني ممكن تكون انه بتتجاوز ذلك بكثير يعني، تمام. الشغلة الثانية اللي هي ال Variety of fluid velocity. صحيح، اوكي، الحجم خلص. وبعدين هنا اللي هو ال velocity اللي هي السرعة أو التسارع، يعني عمل البيانات. والشغلة الثالثة اللي هي الفاريتي، التنوع، تمام. التنوع هنا المقصود بها إنه تنوع في صيغة البيانات، والمصادر. ايش معنى هذا الكلام؟ خلينا نبدا نحكي في الفارياتي، انه انا عندي الفورمات تبع البيانات مختلف، انه انا ممكن يكون في عندي تكست، ممكن يكون ستراكتشرد داتا. من وين ممكن يجي التكست؟ ممكن يجي التكست انه مثلا على سبيل المثال الستراكتشرد داتا، خلينا نحكي انه انا في عندي متجر على الانترنت، تمام. والمتجر هذا في بيرشاس اوردر، او يعني الاوردر تبع الكاستمرز ومعلومات عن الكاستمر، هذه كلها محطوطه في جداول في الداتابيز. وكذلك في انا عندي المحادثات مع الكلاينت، انه هو بيجي بيعمل محادثه معينه، فبالتالي انه هذه طبيعه البيانات بتكون انه عباره عن تكست. عدا عن ذلك التويتات اللي بتكون او التفاعلات اللي بتكون على السوشيال ميديا تبعت الشركة هذه، تبع المتجر هذا، إنه التعليقات اللي بتكون موجودة هناك والشغلات هذه كلها. فبالتالي أنا في عندي مصادر متنوعة للبيانات، فبالتالي إنه ممكن أنا أجيب البيانات من الـ Structured Data عن منتج معين، بدي كل الـ Orders تبعت المنتج، لأن نفترض إنه أنا بصنع أقلام وبصنع كذلك حقائب وبصنع اشياء كثيره، انا بدي اركز على الاقلام، بدي اجيب البيانات تبعتها، فبروح من الستراكشر داتا بجيب كل الكاستمرز اللي عملوا اوردر لقلم، وبجيب الاوردرز اللي طلبت القلم هذا، ايش بكون في معاها منتجات ثانيه، وممكن اجيب كل التويتات او كل التعليقات اللي الكاستمر علقوها على الاقلام هذه، وكل المحادثات اللي كانت انه مذكور فيها القلم والشغلات هذه كلها. وبالتالي انه انا بصير انا في عندي بيانات من مصادر متنوعه، الصيغه تبعتها متنوعه، بروح بجمعها في داتا سيت واحده وهي اللي ببدا اشتغل عليها. فعشان هيك انه هذه الفاريتي انه لازم تكون برضه خاصيه في الداتا سيت. عدا عن ذلك انه غير انه هي ستراكتشرد تكست، هنا على سبيل المثال ممكن يكون الديت بفورمات معين، وهنا برضو الديت ممكن أو التاريخ ممكن يكون بفورمات تاني مختلف تماما، لأنه أنا في عندي عدة صيغ بالتواريخ، فهذا برضو بيطلب مني توحيد للبيانات هذه، إنه أنا أود أوحد التاريخ لأنه كل واحدة فيها إنه الديت فورمات إنه مختلف، فهذا المقصود بشغلة التنوع. لأن السرعة أو بالأحرى التسارع
التسارع معناها انه يعني اصدار البيانات او توليد البيانات ان صح التعبير بيكون بشكل مضطرد، بشكل متسارع. تمام؟ يعني على سبيل المثال انه لو انا رسمت زي هيك، انه انا عندي هذا السايز، طبعا السايز اقل حاجة لازم يكون انه بالتيرا بايت، وهنا انا عندي هذه الاكسس اللي هو الدي، ممكن تكون انه غير الدي، انه مثلا ممكن يكون ويك او مانث. تمام، فبلاقي انه المنحنى انا عندي طالع زي هيك. ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه تسارع توليد البيانات بمطرد بشكل كبير. يعني اليوم على سبيل المثال انا في عندي 5 تيرا، تمام، حجم البيانات اللي تم توليدها اليوم 5 تيرا. تمام، اليوم اللي بعده انا بحكيش تراكمي، انه اليوم اللي بعده انه لوحده هذا اليوم، يعني هذا نفترض انه يوم مثلا 7 الشهر، يوم 8 الشهر، تمام، حجم البيانات في 8 شهر لحاله صارت 8 تيرا، في 9 شهر صارت 10 تيرا، فبالتالي في زيادة مضطردة في البيانات. فهي المقصود بالفلوسيتي أو السرعة. أما بخصوص الحجم، كل الأحجام هذه أصلا تعتبر إنه هيوج، إنه يكون في عندي 5 تيرا أو أكثر من البيانات، إنه هذه تعتبر إنه داتا سيت إنه كبيرة في اليوم الواحد، لأنه مجموعهم كلهم الداتا ست هذه إنه بيديني إنه حجم كبير، وهذه خاصية الفوليوم. الآن متى ما توفر أنا عندي هذا الكلام في الداتا ست، بقدر أقول عنها إنه هي بيج داتا. تمام، الآن بعد ما عرفنا إيش هي الخصائص تبعتها عشان أسميها بيج داتا أو لا، كيف بدي أشتغل عليها؟ بدي أشتغل عليها بحتاج لفريم ورك، لإطار عمل، لشغلة تساعدني إنه تسهل علي عفوا. الإطار العمل هذا زي ما شفنا في الفلاسك والجانج، وأنا عملت صفحات إنترنت بشكل سريع جدا. هنا برضو نفس الفكرة، إنه أنا بدي يكون في عندي البيج داتا فريموركس اللي هي السبارك. أنا في عندي تو فريم ورك، سبارك والهدوب، هدول أكثر تو فريم ورك شائعات. طبعا هدول open source، طبعا في فروقات بيناتهم، وفي بتدعم عدة لغات، يعني هذه وهذه بتدعم عدة لغات. يعني معنى ذلك أن أنا ممكن أن أنا أشتغل على البيج داتا وأكتب كود بايثون هنا في السبارك، وبرضو ممكن أكتب كود جافا. فبالتالي هذه الفريم ورك بتسمح لك أنه أنا أكتب projects أو أعمل أبرمج projects على المنصات هذه من خلال أي لغة أنا بختارها. فالآن السبارك هي فعليا أباتشي سبارك، تمام. طبعا هو مفتوح المصدر، هو عبارة عن Unified Analytics Engine for Big Data. تمام، فهو ثواني بس. طيب شو وظيفة أطر العمل هذه اللي أنا ذكرتها؟ أنه فعلياً أنا عندي فيش هارد ديسك بتحمل، أو عفواً فيش ماشين أنه بتحمل أنه يكون في عندي 100 تيرا لوحدها على الماشين هذه.
فعليا ايش بصير؟ بصير انه هدول انه بتعمل شغلتين، انه تو مين تاسكس. You are distribute data. أنا بقصد إنه من ناحية storage، فالبيانات تقطع لأجزاء، والبيانات هذه بتكون موزعة على عدة ماشين. يعني ممكن إنه distribute data on cluster. طبعاً الكلاستر ممكن يكون 100 ماشين أو 10 ماشين، حسب الكلاستر اللي موجود عندي. فبالتالي هنا بتطلب إنه بدل ما أنا أعمل حاجة اسمها هذه الشغلة، إنه إحنا بنسميها scale out instead of scale in. شو معنى هذا الكلام؟ أحط لك إياها بين quotation. السكيل ان معناته انه اد سي بي يو ورام وديسك او ستوريج تو ا ماشين، لجهاز واحد. طبعا هذا الكلام انه محدود limited. خلينا نفعل الوورد رابينج. طبعا هذا الكلام limited. ليش limited؟ لانه خلاص احنا في عنا يعني limitation في الهاردوير، يعني ما بقدر انه بضيف CPU بس لحد معين. وهنا نفس الاشي في ماشين واحد انا بقصد، وهنا بقدر اضيف رام بس لحد معين، بقدرش ان انا اضيف اكتر. تمام؟ والستورج كذلك، ممكن ان انا اصنع هارد ديسك انه الحجم تبعه مثلا 100 تيرا او 10 تيرا، بس اكتر من هيك ما بقدر. يعني ما بقدر ان انا اضلني اصنع هارد ديسكات بهذه السعة الكبيرة وانه يكون في ماشين انه هي بتعملها. فبالتالي الخيار الثالث انه احنا بنروح باتجاه السكيل اوت. ايش السكيل اوت؟ اد مور ماشينز. هذا مريح انه سكيلابل. ايش يعني؟ انت بتقدر انه انت تضيف على كلاسترز ماشينز، على كلاستر تبعك ماشينز قد ما بدك. يعني ممكن انه انت تضيف لغايه 100، ممكن تضيف 200، ممكن تضيف 300. فبالتالي ما في قيود او حدود لل السي بي يو اللي انت بتحصله. فبالتالي انه انت ضفت انه 100 او 150 او 140 ماشين، معنى ذلك انه make use of 140 سي بي يو and the RAM of 140 machines and the storage of 140 machines. طب بدي ازود كمان، برضو ممكن اضيف لهم كمان 10، ممكن اضيف لهم كمان 20. فبالتالي انه بقدر ازود على الشغلات الثلاثه اللي هو الستورج والرام والسي بي يو. هذا هو مبدا السكيل اوت. فبالتالي الكلاستر او البيج داتا فريم وركس هذه وين انه انا بقدر اعملها ديبلوي؟ بقدر اعملها ديبلوي على كلاستر. الكلاستر من ايش مكون؟ من يعني مجموعة من الماشينز، يعني أن من الماشينز. تمام؟ طيب فبالتالي إحنا حكينا، نرجع للنقطة هذه اللي أنه إحنا نعمل سكيل أوت مش سكيل إن. تمام؟ عفوا، هذه النقطة أشرح تبعها. هذه سكيل أوت. أوكي، نرجع لنقطة إنه two main tasks. إنه التاسك الأولى إنه distribute data، التاسك الثانية إنه distribute processing. بدل ما إنه أنا ألقي العبء على one machine وفيها one CPU، أو حتى كان فيها أربعة CPU،
تمام. فبروح بعمل ديستريبيوت للبروسيسنج، انه انا في عندي هنا 100 ماشين، فبروح بستغل ال 100 ماشين او السي بي يو تبع ال 100 ماشين، بوزع عليهم البروسيسنج، انه الداتا بروح بوزع على التريننج تبعها. تمام، يعني انا عندي داتا سيت مكونه من مليون تويتر او 5 مليون تويتر. الان 5 مليون تويتر، بدل ما انه انا يعني اعملهم تريننج على 1 ماشين، فبروح بقسمهم مثلا على 5 ماشينز، كل ماشين بتاخد مليون تويتر زي هيك. فبالتالي انه هاي التو تاسك اللي هي الداتا والبري بروسيسنج. طبعا هذا التوزيع بيجي في اطار انه احنا بنعمل سكيل اوت مش سكيل ان، وشرحنا ايش هو السكيل ان وشرحنا ايش هو السكيل اوت. فليس ما كل ما يطلق عليه بيج داتا بسبب عدم معرفة هو بيج داتا فعلا، فلازم انه يتمتع بهذه الخصائص. الان نرجع للسبارك. السبارك هنا انه هو بيحكي انه يعني اسرع يعني 100 مرة من فريم ورك تانية. هي مقارن انه السبارك مع الهدوب، تمام، وعلى سبيل المثال انه انا عندي هنا هي ممكن اشتغل عليه في البايثون. فهنا راح محمل بيانات اسمها logs.json، وهنا df.where انه الايج اكبر من 21، وهنا select first name.show. طبعا هذا الكلام اللوج ايش راح يصير؟ راح يتم توزيعه على عده ماشين، وكل الماشين هي راح تجيب انه كل السجلات اللي الايج فيها اكثر من 21، وتجيب للفيرست نيم فيها، وبعديها تروح تجيب توزيع. طيب الان انه البروسيس، اي بيج داتا فريم ورك في تو ستيبس، اللي هي رقم واحد ماب، رقم اثنين ريديوس. ماب معناها انه distribute task on machines. وهنا مرحلة reduce collect result. قصة الماب والreduce هذه حتتكرر معاكم كتير إذا أنتم بتكون تشتغلوا في هذا المجال، تمام. يبقى أول خطوة بشكل بديهي بوزع التاسك هذه على الماشين، تمام. طب كل ماشين راح اتحسبت النتيجة بالنسبة لإلها، بروح مع النتائج هذه من الماشين زي ما هو موضح أنا عندي هنا، تمام، في هذا المثال. فهنا هنا الاباتشي سبارك كأنه بيتمتع بهذه المزايا، السرعة أسرع 100 مرة من الهدوب، سرعة أو سهولة الاستخدام. يبقى هنا الرايت ابليكيشن كويكلي باستخدام الجافا او السكالا. سكالا هذه لغه برمجه، او بايثون او ار او حتى ايفن اس كيو ال، تمام. وهنا جنراليتي انه كومباين اس كيو ال ستريمينج اند كومبلكس اناليتكس. الان من ضمن الاشياء اللي انا ممكن اسويها، انا هنا في عندي هذا الفريم ورك، في هنا عندي مجموعه من اللايبراري اللي بتقدر تشتغل على الفريم ورك هذه. من ضمنها اذا انت شايفه مركزه معنا يا اسيل، اللي هي الاملب هو الماشين ليرنينج. فبالتالي وهذا هو اللي بيهمنا في الموضوع، انه احنا تعلمنا ماشين ليرنينج، بس الماشين ليرنينج انه احنا لغايه الان شفنا كيف نشغله على السي بي يو وعلى الجي بي يو، اما على كلاستر او على السبارك ما عرفنا كيف انه احنا نستخدمه. فبالتالي كيف انه ممكن نستخدمه؟ هنا انا عندي المكتبه هذه اللي هي في الاباتشي سبارك، انا ممكن انه انا استخدم الماشين ليرنينج الجوريثمز اللي موجوده هناك. فحتلاقي هنا امبلمنتيشن لا 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 ماشين ليرنينج الجوريثم، زي اللوجيستيك ريجريشن، زي الراندوم فورست، وزي كل الالجوريثم هذه، وبتصيري انه بتستخدميها استخدام، تمام. طيب هنا رانز ايفري وير، ران على الهدوب، على الموزز، على على بلاتفورمز كثيره انه موجوده على الكلاود. هي ممكن اشغله على الامازون كلاود ويب سيرفيس، او الهدوب يارن، او الموزز،
تمام. فبالتالي هذه لو انا بدي استاجر على الكلاود انه يعني بيئه جاهزه اوريدي يعني انستولد، فممكن انه انا اعمل هاي الشغلات. فعشان هيك لو بدي اشتغل حقيقي ممكن يعني انزل انا عندي لوكالي، اعمل داونلود هنا للسبارك لوكالي، تمام، وبصير بشتغل زي كانه انا الكلاستر تبعي مكون من ماشين واحده. خلصت من الديفلوبمنت ساعتها بروح بعمل ديبلوي على الكلاود، فبروح بحجز واحدة من هدول، أو حتى ممكن بالمناسبة في البيت أنا عندي ممكن أعمل كلاستر لو أنا عندي تو ماشينز، وممكن إنه أعرفهم وأربطهم مع بعض. لكن هذه فعلا بتحتاج لإنفراستراكشر عشان نحن نشتغل عليها، والزبون لو هو أصلا انترستد ممكن إنه هو يستأجر إنه ستاند ألون كلاستر على الأمازون ويب 2. هاي فبالتالي إنه اللي هو EC2 cluster set up for Apache Spark. الـ EC2 اللي هو عبارة عن الأمازون Cloud Services، تمام. وهنا مرجي لي الخطوات إنه أنا كيف إنه أنا أشغلها كل هذا الكلام. طيب هذا بخصوص الفريم ورك الاولى. الفريم ورك الثانيه شفنا انه هنا الدوكيومنتيشن تبعها كثير ممتاز بالمناسبه، تمام. ببدا في الخطوات بعد الانستليشن، انه انا هنا في اكزامبل انه عمل له ران، وهنا لانشينج اون كلاستر. فبالتالي هنا انا في عندي الستاند الون ديبلوي مود، تمام، وفي هاي هذول على الكلاود اللي هو اباتشي موزز او هادوب بيرن وكيوبرن كوبيرنتس، تمام. وهنا انا عندي الكويك ستارت، ببدا في الدوكيومنتيشن من هنا، سكيورتي اول حاجه، وبعدين انه داتابيز اوبريشن. طبعا هاي وهذا الكلام مورجيني اياه في لغتين، لغه البايثون ولغه السكالا. فبالتالي هنا في البايثون بشوف انه from by spark sql function import، كيف بدي اعمل database operation على السبارك. هاي بورجي دي زي هيك. فبالتالي هنا text file dot select، تمام، بروح بعمل بنفذ هاي الجملة، تمام. هذه جزئية الكاشينج self contained applications. فهي بقرأ الدوكيومنت، هذا بخصوص الـ getting start، تمام. بعدين هنا reprogramming guide، فهنا ببدأ يعني إنه كيف إنه نعمل أعرف كوميليتورز، أعمل broadcast لـ variables وهكذا، تمام. الآن بنيجي هنا applying machine learning algorithm، هذا اللي بدنا إياه، تمام. أملب، فهذا إنه هي مقسم زي هيك. فبالتالي بروح باخد على الـ quick start، وبروح باخد البروغرامينج جايد، بعدين هنا بروح مدخل على الماشين ليرنينج. في الماشين ليرنينج انه انا في عندي هنا ديبندنسيز انه بدي اشوفها. طبعا هذا كله تعريف، هذه الديبندنسيز، وهنا الهايلايت. Basic statistics. طبعا هذا الكلام انه كيف بدي اعمل انه basic statistics على استخدام يعني انه بس انه مجرد انه بيجيب بدي يعمل احصاء على السبارك. فشوف الكود البايثون، وهنا from by spark ml لين algorithm linear algorithm import vectors، وهنا الستات import correlation. هاي أنا عندي الداتا وبده يحسب الcorrelation تبعها. طبعا هنا في عندي classification and regression، تمام. فهنا هاي الكود تبع binomial logistic regression، multinomial logistic regression، هاي decision tree. ف decision tree انه import pipeline، عارفين شو معنات البايبلاين، classification import decision tree
كلاسيفاير وهي بحمل البيانات وبشتغل لها على الكلاستر. فبالتالي الوصفات او الدوكيومنتيشن تبعه كتير انه سهل ان انا استخدمه على الماشين ليرنينج. انتو في مرحلة الفريلانسينج حتكتبوا على انه انتو حتشغلوه كستاندالون على وان ماشين على الكلاستر، وبعد هيك تمام اذا بده الكلاينت انه يدخلوا الخدمة ساعتها انه ممكن انه يتم استئجار سيرفر طبعا على حسابه هو ويتعمل ديبلوي على الخدمة هذه على السيرفر. هذا بخصوص السبارك. الهدوء أنا لو شغلته على ماشين واحدة رح أستفيد إشي منه؟ يعني رح يكون نفس الإشي نفس ما يكون على؟ لا بس أنت بتشتغلي لما تشغلي، أنا لما بقصد أنه تشغلي على ماشين واحدة أنه تعملي ديفلوبمنت، أنه أنت تتأكدي أنه ما فيش أنه الكود شغال تمام وبدي نتائج يعني صحيحة تمام، أنه في مرحلة الديفلوبمنت. في مرحلة الديفلوبمنت أنت يعني زي كأنه بتعملي ديباج وبتشوفي كل الأخطاء وبتحليها، ولما تنحل كلها ساعتها بروح بشغله على كلاستر حقيقي. لأنه أنت تروحي تستأجري كلاستر حقيقي ويبدأ يعد عليكي تمام وأنت لسه قاعدة بتصلحي في الأخطاء ولسه بتتعلمي، لا اتعلمي لوكالي على الماشين عندك واعملي ديفلوبمنت للكود على الماشين على ستاندالون ماشين، بعديها بتروح بتشغلي على كلاستر وبتست. يعني ممكن انه انت تاخدي الموضوع انه تشغليه لوكالي عندك على كلاستر على جزء من البيانات، يعني بدل ما يكون عندك 5 مليون تغريده مثلا بتروحي بتاخدي بس على 10000. 10000 ممكن نحن ننجزها على الماشين عندنا، وبتروحي بتعملي ديستريبيوت لل 10000 هذه على الكلاستر اللوكال اللي موجود عندك، لانه هو ممكن يعمل لك من الماشين تبعتك انه يعمل لك تو فيرتشوال ماشين، يعني انه كلاستر مكون من تو ماشين، لانه هو فعليا زي كانه بيستغل الكورز اللي موجوده انا عندي في 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 الجهاز. يعني على سبيل المثال انا السي بي يو اللي عندي، انا في عندي 4 سي بي يو تمام، فساعتها انه ممكن معالجات منطقية. أنا في عندي هنا 4 سي بي يو، فبالتالي ممكن إنه أعمل زي كلاستر مكون من 4 ماشينز، كل ماشين عبارة عن كور من الكورز اللي موجودة هذه، فممكن أشتغل لوكالي وزي إنه أنا أعمل كلاستر هيك أجرب عليه. يعني بعد ما أخلص كل هذا الأمور ساعتها إنه بعمل ديبلوي وبستفيد من الكلاستر الحقيقي تمام. أما الأباتشي هادوب هو open source reliable scalable distributed computing تمام، برضو انه في ناس كتير بتشتغل عليه الاباتشي هادوب. طبعا في انا عندي جزئية الداونلود وجزئية ال getting start. طبعا الهادوب في عنده فايل سيستم خاص فيه معروف ومشهور اسمه ال HDFS اللي هو الهادوب distributed file system تمام. الماب ريديوس هيو يعني في المصطلح هذا صار يعني معروف بالنسبة لكم إيش معنات ماب وإيش معنات ريديوس. في الجيتينج ستارت بير بوست بري ريكوست إيش المفروض إنه هو يكون عندي، إنه لازم إنه هنا جافا must be installed تمام، فهو فعليا إنه يعني هو أصلا تم برمجته بالجافا وشغال على الجافا تمام. هنا ستاندالون أوبريشن pseudo distributed operation. لما احكي pseudo يعني هو بيشغله على سينجل نود، ولكن انه يعني بيعمل زي virtual machines على سينجل نود هذه انه عشان تحاكي الكلاستر. هاي الاكسكيوشن تمام. بعد الانترودكشن هنا عندي الكلاستر سيت اب، هنا سينجل نود، هنا كلاستر سيت اب، هنا على كلاستر حقيقي كيف اعمل كونفيجريشن. لازم اعرف النودز هذه واعملها كونفيجريشن عشان كلها تتحد كلها في كلاستر واحد تمام. وابدا انا عندي هنا هاي الكومن اوبريشنز، هذه الشغلات المتفايده اللي هو هذا ديستريبيوتد ستورج
فبالتالي انه مثلا على سبيل المثال انه في عندي شغلات بدي اخزن الايمجز بشكل موزع على كلاستر وفي لها ايمج فيور، فبورجيني كيف انه انا اشتغل عليها هنا. تمام. في جزئية الماب ريديوس، ماب ريديوس لو ديستريبيوت للتاسك وكوليكت للريزلت، هاي في توتوريال عليها. تمام. طبعا هذا كود جافا، فبالتالي انه كل الاشياء اللي معموله فيه هنا انه بالجافا، ففعليا انه انسب خيار انه انتم تبداوا فيه انه انت تستخدمي السبارك وليس الهدوب، يعني الدوكيومنتيشن تبعه احد يعني انه غني اكثر. هذه شغله. والشغله الثانيه انه لانه انه بيدعم البايثون، هذه اهم شغله، وبيدعم الماشين ليرنينج، هذه برضه يعني من اكثر الاسباب اللي بتخليكم انه انتم تشتغلوا على السبارك انه يكون كخيار مناسب لكم. فبتمنى انه هذه الخطوه او هذا الشرح انه يعني بيعطيك على بدايه الطريق انه كيف انه احنا نعمل انه فعليا ايش هي البيج داتا، وانه مش كل حاجه بتنقال عليها بيج داتا، وانه كيف فعلا انه احنا نطبق ديسيجن تري الجوريثم على الداتا سيت تبعتي. فبالتالي انه هاي الداتا سيت هيها انه كأنه كملف تكست، اعتقد انه هي كوما سيبريتد فاليو، حدد هنا الانبوت كولوم اللي هو الليبل. تمام. وهنا عمل فيت. الان المصطلحات هذه او الدوال هذه اللي هي الفيت والبريدكت وكل الامور هذه يعني صارت واضحه، هاي الفيت انه عملها كبايب لاين، انه فيتها انه فين الموديل، الشغلات كلها متفق عليها بين المكتبات. تمام. طب يا دكتور، هو احنا بنقدر لما ما يكونش عندنا بيج داتا نقدر نستخدمها هذه، لما يكون عندنا يعني انه مثلا بس بيانات حجمها كبير ما نقدرش انه نحكي عنها بيج داتا، نقدر نستخدم هذه الفريم ورك عليها؟ لو كانت البيانات صغيره تقدر انه تستخدم الفريم ورك عليها هذه فعلا، يعني ما في مانع. تمام. ولكن انه هل هي فعلا بيج داتا؟ لا. لما انا ما اجيب لك داتا سيت اقول لك انه هذه حجمها مثلا 10000 ريكورد وبدي اياك انه تستخدمي بيج داتا، 10000 ليست لا تعتبر بيج داتا. لكن اذا كان المشروع اصلا هو يعني انه اداك البيانات انه 10000، ولكن البيانات انه اللي حتيجي بعدين انه مثلا بالتيرا، ساعتها انه فعلا انه زي هيك يعني. عشان هيك انا بحكي انه المسكونسبشن ممكن يكون من الطرفين، يعني طرف الكلاينت نفسه لانه يعني زي البيج داتا هذه كلمه طنانه، يعني زي ترند، خلينا نعرفها يعني نعرفها انه هي ترند او كلمه يعني موضه، يعني زي هيك والله ايش بتشتغل، بشتغل بيج داتا، والله عندي مشروع بيج داتا. فهو بالنسبه له يعني موضوع البيج قديش بيج، يعني هو مش دارسه، مش عن علم بيحكي يعني. لكن سؤالك من ناحيه تكنيكال، انا فهمت سؤالك انه من ناحيه تكنيكال، هل ما يمنع انه انا اشتغل على الـ على الـ على السبارك على داتا ست صغيره حتى لو كانت بالالفات؟ لا، ما في مانع بالمره، بالعكس يعني انه بشتغل معك الكود والموديل وكل الامور هذه يعني بدون اي مشاكل. ف بتبدي بالخطوات من ناحيه انه اول حاجه بتروحي على الانستليشن، بنعمل داونلود. تمام. وبعديها بنعمل انستليشن، هنا بنعمل ران بس انه جاست لا وان اكزامبل. تمام. وهنا عمل تو لوكال ماشينز على الكلاستر تبعي، فبالتالي اذا التست هذا تمام يعني معنى ذلك انه انا الكلاستر تبعي تمام. بعديها وين بروح؟ بروح على الدوكيومنتيشن. بروح على الأملب. تمام. بدي كلاسيفيكيشن، بروح هنا بقفز مباشرة على الكلاسيفيكيشن. تمام. وهذه الداتا سيت أنا بروح بستبدلها بالداتا سيت تبعتي وخلاص بشغل هذا الإكزامبل.
random forest. أغلب الألغوريثمز اللي إحنا أخذناها multi-layer perceptron اللي هي neural network support vector machine نايف. تقريبا معظم الألغوريثمز موجودة، يعني هتلاقوها إنه هي موجودة. هاي جواب للسؤال. بتمنى إنه تكون الأمور واضحة الآن والطريق بالنسبة لإلكم. طبعا هذا الكلام ممكن هاي أنت تأسيس لذلك ناهد، لأنه المشروع مطلوب منها إنه هي تشتغل على البيج داتا على البي واي سبارك تحديدا، تعمل معاه وقراءة الدوكيومنتيشن، إنه بتصور إنه عندكم القدرة إنه أنت تتعامل مع الدوكيومنتيشن بهاي الطريقة، لأنه فعلا الأمور واضحة وسهلة، بس بتتطلب تركيز منكم إنه تكونوا فاهمين إيش معنات سبارك، إيش معنات فريم ورك، إيش معنات إنه أنا أعمل ماب وريديوس، إيش معنات إنه أعمل ديستريبيوت، إيش معنات أنا أعمل سكيل أوت بدل ما إنه نعمل سكيل إن. فبتصور إنه في خلال هاي الشرح السريع والمبسط إنه بعتقد إنه يعني ها وضحت الصورة عندكم أكتر شوي، يعني بتمنى ذلك. تمام يا دكتورة، إن شاء الله كتير يعني تمام كتير وضحت يعني. وفر عليكم وقت ومجهود أكتر يعني. صحيح، يعني سؤال أسير إجا لحاله معايا يعني الحمد لله. طيب إيه، في باقي أسئلة كمان؟ لا تمام، هي يسلم يا دكتور. لا طيب إيه، هذا الشرح ممكن انه احط لكم اياه save as. ارسل لكم اياه على الشات. هذه الملاحظات انه يعني فعلا بتلخص كل الموضوع، هي حطيت لكم اياها هنا. طيب نرجع ل حابين تاخذوا يعني خليني أعمل stop recording.